إذن كما عرفنا في السابق، العلاج الحراري يعتبر من أقدم أنواع العلاج الطبيعي في التاريخ. وفي الأوساط الشعبية عرف العلاج الحراري بمختلف الأنواع والأصناف، فمثلا استخدم الشاي الليبي بالطريقة الشعبية أيضا كنوع من أنواع العلاج الحراري عند الإحساس بالصداع أو الآلام البطن أو غيره. يغلى الشاي من نوعية معينة ويستعمل كعلاج، أو السحلب كذلك في الشتاء معروف أنه يمد الجسم بالحرارة، خصوصا لما يكون معه خبزة النور، فهذه كلها تعتبر علاجات حرارية بدائية في بداية التاريخ. وننتقل بعد ذلك إلى العلاج الضوئي أيضا كعلاج قديم، ولكن تم استحداثه أو تم تطويره الحقيقة في السنوات الأخيرة، اللي هو معروف باللايت ثيرابي، العلاج الضوئي. وفي منه أنواع معينة اللي هو مثلا الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الليزر. ومعروف أشعة فوق البنفسجية استخداماتها في كثير من الأمراض، سواء كانت أمراض جلدية أو عظمية للجسم، بالنسبة للأطفال في لين العظام أو كبار السن لها مفعول جيد، لأن هي تحول المركبات البدائية اللي موجودة عندنا في داخل الجسم أو تحت الجلد إلى فيتامين د مكتمل، مما يقوي العظام ويقوي العضلات، ولها الكثير من المزايا الأخرى. كذلك أشعة الليزر استخدمت في مجالات عديدة، فاستخدمت الليزر والأشعة فوق البنفسجية في معالجة الأمراض الجلدية والأمراض العظمية والعديد من المشاكل الأخرى اللي يعاني منها الإنسان، مثلا عندك ترهل الجلد أو عند تقشر الأظافر، لها دور كبير في معالجة الحروق وهكذا. وهذا الموضوع سنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل في المرات القادمة. مثلا في هذه الشريحة نلاحظ استخدام الأشعة فوق البنفسجية لمرض السرياز اللي هو الصدفية، والليزر للجلد بالنسبة للنساء معروف، كذلك يعالج به الحروق ومختلف الأمراض الجلدية الأخرى. ممكن يكون لها استخدام واسع في مجال العلاج الفيزيائي. ومن المعروف كذلك عن استخدامات أشعة فوق البنفسجية أنها تستخدم للأسنان لتقوية الأسنان أو لمعالجة اللثة، وكذلك طبعا بالنسبة للأمراض زي ما قلنا الجلدية والأمراض العظمية. كما في الصورة العلوية ممكن تعالج اليدين من مرض الصدفية من خلال مصباح معين زي الصندوق، وضع فيه اليدان لفترة معينة مع استخدام طبعا نظارات واقية في حال استعمال الليزر أو استعمال فوق البنفسجية لكي لا يتأثر البصر بذلك.